السلام عليكم خوتي زرفلاون، مرحبا بكم كامل في اللايف تاع نهار اليوم. اللي داخل في اللايف اللي رانا نديروه لكم اليامات هادو الصباح ما بيد ذباب راهو راقد. ايا دونك نستناو خوتنا يطلعوا، بارطاجيونا اللايف خوتي، يا ربي يعطيكم الخير. مرحبا بكم الزرفلاون الزول خوتي، مرحبا خوتي، صباح الخير عليكم الزول الزول ولا نزول، سلام. خير عليكم خوتي. خوتي اسكو راكم تسمعوا فيا مليح؟ اسكو راكم تسمعوا فيا مليح خوتي؟ بارطاجيونا اللايف خوتي، الله يستركم، بارطاجيونا اللايف، راكم تشوفوا وين نروحوا ما ننساوكمش، وين نروحوا ما ننساوكمش خوتي، بارطاجيونا اللايف. صحيت رشيد، صحيت خويا الحبيب العزيز، كم سلام خوتي. الزول مصطفى، الزول فلاش، الزول مصطفى ميستا الدرتي، والزول فلاش، الزول ذا حمايان. نبيل، جود مورنينغ ماي فريند، صباح الخير عليكم. والله غير راكو تشوفوا الخدمه منين داك تدينا نروحو دي بلاسمون، دونك حنا دي بلاسمون، ومن بعد تلاقيت بواحد حبيبنا هنا جزائري الجيريا نمية يديون جزائري ماريا، سلامي عليك وعلى الناس عنابة كامل. ومن بعد ما شاء الله، يعني انا شاك فوا كي ديبلاسي هايدا نروح منا ولا منا، الحاجه اللي تحيرني هي علاش يعني يا تخيب يا خويا فارس، صحيت الزول سيد، الزول سيد احمد، الزول فلاش، الزول يرقز لها عليا اي زم. دونك الحاجه اللي تحيرني انا علاش توجور لي زالجيريان كي يروحوا للخارج ينجحوا يلحقوا يطلعوا باغ اكزومبل هذا حبيبنا اللي تلاقيت به هنا، هذا صاحبنا، هذا ما شاء الله عليه، تشوفوا كيفاش يعني وين راه طالع وين راه لاحق هو وواحد اخرين كامل. وما تسقسيته، قلت له لو كان نسقسيك، قلت له وش لقيت انت هنا في ليترونجي وما لقيتوش في البلاد، واش كاين؟ قلت له واش كاين؟ واش قال لي؟ قال لي سي دو شوز، قال لي سي دو شوز، زوج حوايج. قال لي لا بروميير سي هوب ستادير ليسبوار، الامل. قال لي كاين الامل. قلت له كيفاش الامل؟ قال لي باسكو هنايا، قال لي في العكس تاع البلاد، قال لي سورتو لي ديرنيي طون هادوما غلقوا كلش، كلش مغلوق. انت تروح تحوس على خدمه ولا تلقى واحد افلا كرشو حاطها فوق البيرو، على بالك باللي ما كاش، على بالك باللي لفتاتو ما يصحلكش معاه، على بالك باللي بلا معرفه بلا رشوه ما تدي والو. وهذه الجزائريين على بالهم بها، وهذا الشيء اللي يخليهم شغل عندهم حيط داير بهم. دونك قال لي هذا الشيء، قال لي هوب، دونك يروح لك ليسبوار، يوليش كاين ليسبوار، ما كاينش الامل. وما كي قلت له ثاني، قلت له وشنو هالا دوزيام شوز، وشنو هالا دوزيام شوز اللي قلت لي عليها؟ واش قال لي؟ قال لي سي لي زوبسيون، ولا لي شوا. قال لي باللي قال لي في الخارج عندك بزاف لي زوبسيون، عندك بزاف لي شوا، حبيت تربي اللحيه ما تربيش اللحيه، حبيت تصلي، حبيت تشرب، حبيت تغني، حبيت ترتل، حبيت تخدم في دومين هذا، حبيت تخدم في دومين هذاك، عندك لي شوا، عندك لي بوسيبيليتي، سيتادير نتايا تو شوازي، عندك لا ليبرتي، الحريه، ليبرتي دو كونسيونس، ليبرتي داكسيون، ليبرتي دالي دو مارشي، تقدر تروح وين حبيت. سكي في كو
جميع حاجه ديرها انت ديرها بقناعه. بار اكزومبل واحد هنا في الغربه كي تلقاه داير اللحيه ويصلي متبع طريق الصلاه كامل، دايرها باسكو هو قانع بهذاك الشيء، ماشي باسكو لو كان ما يديرش كيما هذاك الشيء الناس يسبوه ولا. خاوتي بارطاجيو اللايف الله يعطيكم الخير. نفس الشيء تلقى واحد هنا كي ما يصليش ولا تلقاه يشرب ولا يدير حاجه واحده اخرى ولا، تلقاه يدير هذاك الشيء ماشي زكاره ولا ماشي باسكو حشم ولا لا، يدير هذاك الشيء باسكو نفحت له، باسكو هذاك هو واش حاب يدير. اذا تلقى واحد هنا ثاني تلقى مثلا نعرف واحد هنايا، نعرف واحد كان يخدم في لابونك بكري، كان اطار في لابونك، كان كادر سوبيريور في لابونك، راح مع الوقت كي دار دراهم وكامل، كي دار دراهم ديميسيونا من الخدمه تاعو في لابونك، وراح يخدم في وسمو، راح شرا الغنم وشرا اون بتيت هكذا بتي رانش هكايا، شرا شغل مزرعه ولا شغل ولا يدير فلاحه، ولا يدير فلاحه بورتون هو عنده دي ديبلوم كامل، ولا يدير فلاحه ولا يبيع لي برودوي بيو وعايش باسكو هو كان حاب هذاك الشيء. استادير جميع حاجه يديرها باسكو هو قانع بها. اذا هذه هي لا ليبرتي، هذا هو اوبشنز، هذا هما لي شوا، ها تشويسز، يقدر يخير واش يحب، حب يعبد حب ما يعبدش حب. هذا هو هذه هي لا ديفيرونس دوك اللي قالها لي صاحبنا هذا اللي شربنا معاه قهوه هنا. اي دونك انا حبيت نقول لكم باللي انا لي لايف راني نديرهم لكم اليوم هذا سورتو الصباح، هادو سيدي لايف تاع لي سبوار تاع الامل. حبيت برك باش نقول لكم باللي الديفو ما راهوش في الشعب، خاطرش واحد الوقت العصابه كلخت لنا بزاف وكلخت للشعب، قالت لك هذا الشعب خامد، شعب ماشي فاهم ما تقدرش تبني معاه. لا نو، الديفو ما راهوش في الشعب، الديفو ما راهوش في الجزائري، الديفو ما راهو لا في الشعب لا في الجزائري لا في حتى حاجه. الديفو راهو في النظام، راهو في السراقين اللي خلاو الناس سوا يرشي سوا ما كاش خدمه، سوا معرفه سوا ما ينجحش سوا ما يخدمش. هاكو فاهمين خاوتي؟ الديفو دوك ما تخليوهمش يردوكم تشكوا في روحتكم، الديفو ما راهوش فيكم انتوما، الديفو ما راهوش فيكم انتوما، ما راهوش في هاوليك الناس اللي تعرف هاو جيدو مورايا، الناس لهم يقولوا لي وين راك، هاش شوفوا جيدو وين راه، نورمالمون هنا تعرفوا وين راه جيدو هاي ده. دوك الديفو ما راهوش في الشعب، الديفو راهو في الديفو راهو في النظام، في السيستم اللي مغلوق. راكم فاهمين خاوتي؟ اي دونك احنا اللي رانا في الغربه دوكا، احنا اللي رانا في الغربه دوكا عندنا مسؤوليه وعندنا واجب، عندنا مسؤوليه وعندنا واجب. انا نشفاكي اليوم نهار كنا ناكلوا العدس في لاسيتي اونيفرسيتي، نشفى لها كي اليوم، نهار كنا نعدس في لاسيتي اونيفرسيتي، ونهار كنا نطلعوا ابيي من الجي سونتر بن عكنون، ما كانش عندنا 2000 فراك ولا 1000 فراك باش نخلصوا الان الدنيا دارت وحنا خرجنا الغربه والحمد لله رانا نخدموا في الغربه والحمد لله. الان حنا اللي عندنا في الغربه عندنا مسؤوليه، عندنا مسؤولية بالنسبة لخوتنا اللي راهم في البلاد، عندنا مسؤولية لهم، بالنسبة لهم عندنا مسؤولية، ماشي اللي كلا شبع ينسى منين جا، ينسى أصله، هايدا خوتي. دونك عندنا مسؤولية، والمسؤولية هذه هي أنو نوقفوا مع خوتنا اللي راهم في البلاد، نعاونوهم بشي اللي قدرنا عليهم. والآن في البلاد راهو الحصار، راهو الضغط، راكو تشوفوا واش صاري في البلاد، خاوتنا راهم خايفين مام، ولات يعني لحقنا الدرجة وين اللي يكتب كلمة في فيسبوك يلقى روحو في الحبس. إذا حنا عندنا واجب هو أننا نتجندوا هنا في الخارج ونديروا حراك في الخارج. 5 جويلية الجاية هو أول يوم تاع الحراك تاع الجالية في الخارج، تاع التصعيد الشامل تاع الجالية في الخارج.
5 جويلية الجاي الزحف إلى باريس. هكذا خوتي 5 جويلية الجاي الزحف إلى باريس، لأنه حنايا ما نسيناش منين جينا، ما نسيناش خوتنا في البلاد، ما نسيناش الأهل تاعنا في البلاد، لأنه الحراك تاع البلاد حراك تاع الكرامة. الشعب ناض على الكرامة وعلى الحرية تاعه. لما نبنيو دولة العدل والقانون، دولة الحرية اللي يقدر فيها الجزائري يكون واش راه حاب يكون، ماشي واش تفرض عليه الدولة والكون، اللي يكون حاب يقرا ينجح بقرايته بلا معرفة، اللي يكون حاب يخدم ينجح بخدمته بلا رشوة، اللي يكون حاب يصلي يصلي، اللي يحب ما يصليش ما يصليش، اللي يحب يدير الحجاب يدير، اللي يحب ما يديرش الحجاب ما يديرش. يرو دولة اللي تبنى على المواطنة، اللي تبنى على لا سيتوينتي اكتيف، اللي عنده كارت ناسيونال تاع الجزائر جزائري عنده نفس الحقوق ونفس الواجبات، ماشي اللي متبع للافلان عنده حقوق اكثر من الاخرين، ولا ماشي اللي عنده بابا حاجه عنده حقوق اكثر من الاخرين. هكذا خوتي. دونك انا بريباريو في المسيره تاع 5 جويليا في باريس. الزحف وين راكم جايين؟ وين راكم؟ اروحوا لباريس الحد الجاي ان شاء الله، ماشي تاع غدوه، تاع غير تاع السمانه الجايه. 5 جويليا الزحف الى باريس. هكذا خوتي. باه الديكتاتوريه والبولسة ما تنوش في الجزائر، باش الشعب الجزائري يبني دولة العدل والقانون اللي يكون فيها عدالة اجتماعية تكافؤ الفرص في ظل احترام الجميع. هذه يا خوتي ما تنساوش، خاوة خاوة بالكو 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 يكلخوا لكم على هذه، خاوة خاوة بالكو بالكو تنسى، خاوة خاوة سلمية سلمية، هادو الزوج بلاكو تنسوهم، بلاكو ما تجريوش ما تتسرعوش ما تتقلقوش. على بالي بلي راكم مقلقين، كاين الناس اللي حابة التغيير دوك في تفي، نو التغيير كيجي وقتو يجي، مي ليسونسيال حنا ما نديروش الأخطاء، لأنه كاين اللي راهم حابين يبوسيو الشعب باش يجري باه يتسرع باه يغلط. لا، نحافظوا دائما على الوحدة تاعنا وعلى السلمية، خليها تشد الوقت اللي راهي حابتها. التغيير needs time، change needs time كما يقول لك ليزاميريكا، التغيير لازم له وقت، إذا هذاك الوقت نمدوه له. الحراك راح يولي في البلاد، لما تخرج عليكم وليوا الحراك، الجالية راح تفتح لكم المدنة وإن شاء الله راح ندير الضغط من الخارج. هاي لأخوتي، مهما كان كي تغيب لك كاع سلمية سلمية، خاوة خاوة، عربي ترقيم صابي، خاوة خاوة. خوتي يعطيكم الصح، يعطيكم الصحة 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 على لي ميساج اللي راكو تبعثوهم لنا من كل الولايات. لازم تعرفوا بلي المساندة تاعكم لي ميساج راكو تبعثوهم لنا يطلعونا المورال مليح، باسكو للأسف الشديد الذباب الإلكتروني راهم تهجم علينا بصفة بشعة، وراه النظام حاب يخون جميع جزائري اللي متمسك بأصله ومتمسك بخوته في البلاد وما نساهمش. إذن حبيت نشكركم، حبيت نشكركم على لي ميساج، على الرسائل تاع المساندة اللي راكم تبعثوهم، فريمون حاجة فور فور فور. يعطيكم الصحة خوتي، ما تخافوش ما تخافوش، يجي البلاد قسما بالله العلي العظيم، يجي البلاد يجي نهار وين أروح نوريكم حاجة باش تعرفوا باللي الثروات ثروات تاع البلاد، الثروة هي العقل والجزائريين عندهم العقل. شو نوريكم برك واحد الحاجة داروها ليدي هنا، داروها هنايا، شو باش تشوفوا الأفكار كيفاش الناس تبني البلدان تاعهم بالأفكار، بالأفكار ماشي بالبترول والغاز ولا. إذا احنا البلاد نبنوها إن شاء الله بالعلم بالأفكار. هكذا خوتي، خوتي بطاجيما الذباب كلب، الذباب كره روحه. شوفوا نوريكم برك دوك ندور لكم هنا، نوريكم واحد العفسة برك قبل ما نخليكم. وإن شاء الله يجي نهار وين البلاد تاعنا تولي أحسن من هذا الشيء بكثير. نوريكم واحد العفسة دارينها هنايا، فكرة هذا والو، هاي والو، يجيبوا بها لي توريست، شوفوا هاك تشوفوا قدامي لي توريست، هامليك لي توريست، لي توريست يجوا من كل بلاد، من كل بلاد يجيو. نوريكم واحد العفسة دارينها هنايا، نوريكم واحد العفسة هنا خوتي، نوريها.
نوريها لكم دقيقة، نوري لكم واحد العفسة بتشوفوا باللي البلدان تبنى بالأفكار. نوري لكم عفسة وتشوفوا باللي الجهل تاع الحكام هذو أصحاب الجحش قراطية هما اللي هردوا البلاد. شوفوا خاوتي دوك نوريكم واحد العفسة هنايا، ايماجينيو البوتونسيال توريستيك اللي عندها دزاير لو كانت تولي دزاير دير عفايس كيما هادو ديجا نقا. شوف نوريكم هادي خاوتي، شوفوا اكو، شوفوا هذا لي توريست يجيو من كل بلاد. شوفوا هذا ستاجي، شوف ها دارو، جابوا موتور بومبا كبيرة، دارو لوجي، هذا لوجي معروف عالميا. ها شوفوا يطلع أكثر من 120 متر. ها هذا شوفوا ها الموتور يرمي الماء، سيتو ما كاين والو، هي في الحقيقة موتور يبومبي الماء ويطلع. ها هاي شتو خاوتي ولا لا هادو من اللي يبنوا البلدان تاعهم بالعلم بالعقل، ماشي بالدبابه، ماشي بالحقره، ماشي بالمعرفه، ماشي بالفساد، ماشي بالسرقه، ماشي بالسبان تاع الذباب الالكتروني. نظام اللي دافع على روحه بتخسر الهضره، واش يجيك منه خاوتي؟ لازم يتنحاو كاع باسكو هما اللي يردونا للور، هما اللي يردونا للخوف، للخلف، بسياسة التخويف. اذا خاوتي اللي راكو في الغربة عندكم مسؤولية، عندكم واجب، لازم نوقفوا مع خاوتنا في البلاد بسلمية اخوية، اليد في اليد، هما فرقونا باش يحكمونا هما، يبا لازم احنا نولو لهم، نحصلوا لهم في القرجومة تاعهم، اليد في اليد، قد ما انت تقول اليد في اليد، خاوة نحطوا كاع اليد في اليد، بالعربي، بالقبيلي، بالترقي، بالشاوي، بالجلفي، بالنايلي، كاع اليد في اليد. راكو شتو واش داروا في خاوتنا في الصحراء؟ شتو خاوتي الزوالي ما يحس به غير الزوالي؟ الزوالي اللي قتلوه ربي يرحمه في تين زواتين، هم خرجوا خاوتنا في بجاية، تحية كبيرة للناس بجاية، تجميلت تحميانت ياس نفجيس اي لونور لا كابيلين ياس نفجيس تيزي وزو بويرا العزيف بني ورسيلاني دي فغنداني ظليا. ها شكون اسكو شفتو مظاهرة خرجت في كلوب دي بان باش يقول لك تين زواتين بوفوار اساسا، يقول لك علاش قتلوا مواطن في تين زواتين؟ وين خرجت مظاهرة؟ خرجت في بجاية في تيزي وزو، جميع الشعب الجزائري في الفيسبوك من كل الولايات بكى عليه. علاه؟ لانه حسينا له باللي خونا مسكين، لانه احنا غاضنا. هذه هي اللي تحس بالمحنه تاع خوك، هذه هي خوا تاع الصح. باسكو اذا ما قدرناش نديرو الاتحاد بيناتنا كشعب وخليناهم يفرقونا، عمرها الجزائر ما ترفد بالراس، لانه كما يقول لك القور لو بواسون بوغي دو لا تيت، الحوت يرشى من الراس والبلاد ترشى من الراس. باه تسقم البلاد لازم نحيو اللي راهم في السلطه، وتولي السلطه للشعب، والشعب هو اللي يخير حسب الكفاءه ماشي حسب الايديولوجيه. بالك وتغلطوا في هذه، بكري في القرن الماضي كانت الدول تبنى على الايديولوجيات، في القرن الجديد اللي دخلنا فيه الان نو، رانا دخلنا في لير دو سافوار. الان البلدان تتبنى بالعلم بالكفاءه. حنا هنا في الخارج علاش يعطونا مسؤوليات هنا في الخدمه؟ علاش؟ ماشي باسكو يحبك ولا والله ما على بالو كاع بيك، ماشي تعدين، انت تصوم هو ما يصومش والله ما على بالو كاع بيك، علاش يعطونا مسؤوليات؟ علاش يعطونا مسؤوليات؟ ما تشبه له في حتى حاجه، علاش يعطيك مسؤوليه بصح هو؟ علاه؟ باسكو على باله بلي انت ياتي كومبيتون، على باله بلي انت كفؤ. دونك هذه هي القاعده اللي حتبنى عليها ان شاء الله الجزائر الجديده. هكذا خوتي يعطيكم الصحه.
مليح مليح مليح. تهلاو في رواحتكم وابيانتو ان شاء الله. ما تنساوش موعد 5 جويلية في باريس. ما تنساوش بعثوا لنا ثاني الليلات قولوا لنا منين راح تجيو لباريس باش ننشروهم حنا. هكذا خاوتي مساندة تاعكم تهمنا بزاف. ما تنساوش كل واحد فينا عنده مسؤولية وواجب لبلاده. هكذا خاوتي السلام عليكم. خاوة خاوة سلمية سلمية خليهم يتغزلوا صحيتهم.